طبقات العربيه. ماشي، شكرا يا عم احمد. ممكن حضرتك تاخد الشنطه؟ الشنط دي فيها ايه؟ دي متعلقات شخصيه. فتشتها؟ ايوه يا فندم فتشتها. فتشها تاني. حاضر يا فندم. ما تفتش، مش عايزين حاجه. اللعب بتاعتي. معلش يا كريم، هجيب لك غيرها. منين يا حصر؟ ما كل حاجه اتحجز عليها. خد يا كوكو شنطه اللعب بتاعتك. انا اصلا مش عايزها. خد لعبك يا كوكو. قلت لك مش عايزها. يلا. وقف! وقف عندك! خلف. الراجل ده جه هنا ازاي؟ المديونية اتسددت. وروهم الأوراق. اطلع بره. طلعوا الراجل ده بره. أنت طلعت لي منين؟ أنا طلعت لك من التربة اللي هدفنك فيها. خلف! والنبي ما تودي نفسك في داهية علشان ما يستاهلش. خلف! مش هسيبك! خلف والنبي! مش هسيبك! خلف! بتتحامى فيهم؟ بتتحامى في الرجالة اللي معاك؟ مش هسيبك يا خلف. قول قول! ماشي. شكرا يا رجال. طبعا لازم نروح الفرح ونهني ونبارك كمان. لازم نعترف ان فريدة انتصرت علينا. خلينا بقى احنا نطلع ناصحين وما نخسرش كل حاجة. ما نخسرش كل حاجة واحنا لسه هنخسر. قلت لكم الاول اللي بتعملوه ده غلط وغلط محد يصدقني. بقى خلوا قدر اللي كنا عايشين على حسه لما يموت نعمل كده في مراته وابنه. يا الف خسارة. هو ابويا هيطلقك ياما؟ بس يا بنت اخرسي وتعالي اطلعي نامي. انام دلوقتي؟ انت سامعه انا بقول لك ايه ولا لا؟ لا خلاص، روح العب مع فاطمه وبيسا ونامي عندهم زي كل ليله. هو انت زعلانه
عشان ابويا بيتجوز. يا بنت سيبيني في حالي وغوري بقى. ماشي. خير يا حرس ظابط. طب مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا انا؟ ليه؟ بتهمة قتل زينة ومتولي. ايه؟ انا ما قتلتش حد. اتفضل معايا. قلت لي يا ابني الكلبشات في ايديها. انا في ايه؟ انا ما قتلتش حد. ضروري في حاجة خلص. النيابة هي اللي تحدد. خدوه. خلف هو في ايه؟ مش فاهم. خلف في ايه؟ انا بريء وما قتلتش حد. ولا دي بريء. انا بريء. همك يا أخوي. أنا جنبك لحد ما تاخد براءة. أنا بريء. أنا ما قتلتش. ولا بريء. أنا ما قتلتش. خلف. صدقوني. صدقيني يا فريد أنا ما قتلتش. إيه اللي حصل؟ مش فاهم. بريء إن شاء الله. أنا بريء يا حسين. ما تخافش يا حسن. أنا معاك لحد ما تاخد براءة يا ولد أبوي. إن شاء الله. ما تخافيش يا بنتي. ما تخافيش. بريء إن شاء الله.